السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون طيبين ومبسوطين بحياتكم. اليوم عندنا تحدي جديد، ونسيت أقول لكم في الفيديو اللي فات رمضان مبارك، يعني في ناس يقولون ما يصلح تقول رمضان كريم، فنقول رمضان مبارك لكم وينعاد عليكم رمضان في كل سنة إن شاء الله، وانتوا طيبين وكويسين. والله العظيم إني الحين صايمة، صايمة والحين الساعة 12 الظهر وصايمة، وانزل لكم فيديو. ايش رايكم فيني؟ والله اني يعني يوتيوبرة يعني وفية للمتابعين، فلا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. ولكن كل اللي قلتهم اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والفيديو بكبره والقناة بكبرها، والله العظيم ما يجي بقدركم، لان لولاكم لولا فضل الله ثم انتم ما وصلنا لهذه المرحلة اللي وصلتوني اياها. شكرا والله. فيديوهاتي صارت ما تقل عن يعني 30 او 40، ما صارت ما تقل عنها الحمد لله، يعني 50 وفوق الحمد لله. فشكرا لكم اينما كنتم، وانا صائمة بدعي لكم دعوة الحين جميلة دقيقة. الله يوفقكم ويصلحكم، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين. اللهم ثبتنا على طاعتك وحسن عبادتك. المهم يعني تركونا شوي من أشياء الدين، زي ما قلت لكم حطوا لايك، أهم شي اللايك. ثاني شيء، اليوم راح أسوي تحدي في ماينكرافت. أخيرا رجعت ماينكرافت بعد يعني قطاع كبير الصراحة من عن ماينكرافت، وطبعا هذا التحدي حبيت اني اوريكم وانا اسويه، عشان يعني ما تقولون الله غشاشة، لا هذا الماب، هذا الماب كي شو انا اسميه على اسمي ريتا. ندخل هذا الماب. طيب انتو تقولون طيب وش سالفة هذا الماب اللي اسمه ريتال؟ استغفر الله. بس هذا سالفة هذا الماب، قررت اني راح اسوي تحدي، وهذا التحدي اني انا اسوي سلسلة، وهذه السلسلة ما حطول كثير، 4 حلقات 5 حلقات ان شاء الله اكون مختمتها. وهذه السلسلة شوي صعبة، فيها صعوبة شوية. السلسلة هي عبارة اني انا اجلس طول السلسلة هذه ما البس ولا درع، ولا درع، ممنوع البس اي درع، اذا لبست اي درع اخسر واتعاقب، راح اقول لكم العقاب اخر شيء. والهدف الثاني لازم اجيب مود دايموند ولا اقتل التنين نذرايت، لازم اجيب نذرايت واسوي فيها سيف نذرايت، وبهذه الطريقة اكون ختمتها. ولازم اني ما اموت فوق 5 موتات، يعني اذا مت 5 موتات مع السلامة ويكون خلص التحدي. والعقاب هو ان انا بدخل بوت سليماتريكس حضرتي، واختار 10 من المتابعين واعطيهم 1,000,000 مجوهرة في بوت سليماتريكس، وبتصير رمضانية جديدة، مع ان انا ولا سويت سلسلات رمضانية من قبل، ولكن اخيرا رجعنا لماينكرافت العزيزة. ماينكرافت افضل لعبة على مر العصور، يعني هذه أقدم لعبة لعبتها بحياتي من أنا أولى ابتدائي ألعبها يا جماعة الخير، من أنا أولى ابتدائي تخيلوا، ويمكن تقريبا اللي أكثر من سنة ألعبها، يعني أكثر شلون تقريبا أكثر من سنة وكثير. طبعا زي ما شفتم الحين إحنا بادين بعالم جديد، شايفين ما غشيت وسويتها قدام وجهكم عشان ما تقولون غشيت، يعني وحطيت كريتيف، راح يكون في صدق في الجسم هذا، يعني التحدي هذا، وما راح البس ولا درع، ولا درع راح البس ولا راح اخسر، ولازم اموت فوق 6 موتات، شيء صعب ترى يا جماعه الخير. ان شاء الله ما اخسر، على الاقل خلنا اخسر 3 مقطع، رابع مقطع، ما اخسر كذا يعني اول مقطع كذا ما يصلح. استغفر الله. المهم راح نسوي كرافتين تيبل زي البدائية لأي لاعب ماينكرافت ناوي انه يبدي، نجي نسوي لنا سيف كاحتياط عشان ما احنا فاضيين نموت، نجيب لنا بيكاكس عشان ما احنا ننزل تحت، نكسر كرافتين تيبل ناخذها معانا للإسراف، يعني ناخذ كرافتين تيبل معانا، نقتل البقرة يمكن نحتاج أكل ناكلها تحت الكيف.
ندخل وممكن نلاقي حيوانات خطيرة جدا. شايفينها؟ الحمد لله اني رسبنت بهذا المكان. هذا المكان ما يحتاج اروح كهف، خلاص هو انت ما راح اروح كهف، لان شوفوا الايرون، شوفوا في فحم هناك. فالحمد لله اموري مضبطة، الحمد لله الحمد لله اموري مضبطة لحد الان. بس الصراحة تدرون اني ولا عمري من لعبت ماني كرافت اني انا دورت النذرات، ولا عمري دورت النذرات. فعشان كذا راح تكون هذه السلسلة شوية صعبة علي، عشان انا مو خبيرة نذرات يعني. المهم راح اسرع المقطع وراح اكسر لكم هذه الحجارة، وراح اسرع المقطع وراح اكسر كل هذه. وتسريعة المقطع سنعود بعد قليل. السلام عليكم، رجعت لكم طبعا بعد ما جمعت كثير. طبعا تشوفونا سريع، ولكن بالحقيقة ترى والله انا تعذبت، والله ترى انا تعذبت، والله كان ترى صعب مرة مرة. الله الله، هذه بدايتها. اهرب اهرب، والله ما اجلس ولا ثاني في الكهف ولا ذاك، برقى فوق خلاص. يا ناس بموت، هناك اللي بس لكمة عيش فيها على اي صح، احترق احسن. الحمد لله انه يعني تاوى ما جالي زين، ولكن بيجي الحين عندي حتى اسوي بيت. راح على طول راح اندفن هنا، لان طبعا هذه الحركة اللي سواها كل الناس في ماينكرافت، لما ما يلاقون بيت يندفلون لهم زاوية وخلاص خلاص 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 يعني. يبدأ الباب أحسن شيء، يبدأ الباب إنه يعني ما يقفل علينا، يعني يطلع نور شوي على يا هلا بالشموع. يعني يا جماعة الخير تخيلوا مساء، لقيت 44 فحمة بنفس المكان، أكسر ويطلع زي ذي، شفتوها؟ أكسر ويطلع، أكسر ويطلع، ما تخلص ما تخلص، فحمة فحم ما يخلص. الله 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 الله، جبت العيد بعمري. استوى نغطي هنا عشان ما حد يطب علينا، فاضيين لهم احنا يطبون علينا. انا يكفينا ان التحدي ان بدون دروع يعني صعب شوي، اخليهم يطبون علينا. وحنتي الحمد لله ما فتحت، شفتوه؟ حفرنا كل هذه اللي فيها هذا كود كول كود كود كول 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 اي كول الفحم بالعربي. طبعا زي ما تشوفوا شايفين جالي، لو اطلع العين بيتوني شوي، بس الله يوم ما ضحكني شوي. بس للأسف اني ما قتلت خرفان وما جبت سرير، ولا كان الحين انا نعمة. فراح اسرع الفيديو لين ما يطلع الصباح، نسرع لكم الفيديو. يا جماعة الخير طبعا والله تعب، ترى يمكن لنا 5 دقايق هنا واقفين، والله مو طالع مو راضي تطلع الشمس، ما ادري ايش السالفة.
خلاص والله إذا طلعت الشمس ما راح أرجع البيت. الله ياخذ بليزك، لا تجي أنت، لا تجي توني ما تكلم. ما راح أرجع البيت إلا وأنا أجيب سرير إذا تطلع الصبح. الله أنا ماني خايف إلا من أشكالك. شوف فين درمان تحت بعد، فضيت لك أنت درمان، فضيت لكم، فضيت لك. طلعني طلعني، لا تجي أنزل على جلدك، ترى عارفة جلدك، بس ماني فاضية أموت. دي بس 5 فرص بنزل، يعني بنزل، لا أموت، أخاف أموت، أخاف أنزل ولا عارفة أرجع. يا الله الصباح مو راضي يطلع، والله يشتاق. يا ربي بعفك هنا لأن يطلع، لما يطلع خير الله، خير حياش يا شمس، حياش 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 يا شمس، حياش أهلا فيش. والله اشتقت ليش، لا تخربين غرابتي، غرب غرابة قلبي معاش، لا تخربين، لا تخربين، تكفين. يلا يلا طلعت الشمس أخيرا، ما أخيرا. الحين احنا مو ما محتاجين ايرون ولا دايموند، الحين احنا محتاجين السرير، السرير اهم من الايرون والدايموند، واهم من، لا بسم الله، اعوذ بالله، واهم من التحدي، واهم مني بعد. انتوا شفتوا كم جلس؟ 5 دقايق بس، انتوا راح يكون عندكم مسرة، راح يكون اكثر مسرة. طبعا بيتي كيف اعرفه؟ راح اقتل الدجاج الان عشان الدجاج على الاقل، يعني دجاج هذا من ولا شيء. تعال الدجاج شفت خروف، بس خلنا يقتل اول عشان اسرع تنقتل. اول خروف يسافر، اجلد يا ابوي. اخيرا صوت طلع لي، واحدة واحدة، بخير والله، بس اصلا الخروف يطلع واحدة، ما يطلع اكثر منها واحدة. انا طبعا بسوي لي بالثاني، ذاك البيت شكلي نسيت اخر ثاني خروف، بعد هذا القار اخر خروف، ذاك اخر خروف شفته وحدي، لمحته وحدي، هذا والله، لا هذا وشفته. اخيرا الحين خلاص ما في انتظر صباح لين يطلع، انام اسوي لي سرير انام. وكذا كانت نهاية الفيديو، لا تنسون تحطون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وما عليكم من سكن الخايس ده، انا دخلت ولقيت ذباجي، يلا خدنا. لا تنسون بدلة حقتي تشترونها، راح تراقون رابطها تحت بالوصف، ولا راح تراقون رابطها بأول كومنت. ومع السلامة.